فقيد الحاج حسين بن موسى بن حمو البكري الإفراني، فليتقدم ابنه مشكورا السيد عبد الرحمن البكري. بالإضافة إلى عمله فهو ناشط جمعوي يعشق الفن والثقافة، قام بتأسيس المهرجان الدولي للفنون والثقافات، بالإضافة إلى المهرجان الدولي للمسرح الجامعي أنسيمغور مس عمر حيلي. مس عمر حيلي اللي كان توكت غبريف ديان دبراوان تزياد ليكا يوس ستوكت أفد أدي بغلو تصوير نتداويتني بن زهر يوس لا أفد مشارك مس مصطفى مشارك اللي سيمغور تمسموت متايرين وكان الساد تسمو ناس مصطفى مشايخ اللي سنيقايوس من إيضبرا أسكاسي غودان، أسكاسي مباركي، كل المزيغ من إلى داخل المغرب والخارج. المناسبة المناسبة شرط مناسبة التكريمين أتشكر باهر الجمعية نتيرين وكال على رأسها المناضلة الكبيرة تبع مرانت فاطمة. أتشكر باهر أتشكر على التكريم الأول بالنسبة لتبع مرانت فاطمة. التكريم الثاني كيخص واحد الشاب سينمائي من ميرلفت، أتشكر كذلك. ندوان غساد تكفاية النوب دايم قرن للغة الأمازيغية تزويد العز وكان غير اللي غتلا يدلي تقريبا مارون تينيغ كي ارساو لغتاش الحيت، ولكن قد اصيبوا بخجل ان قلت لكم وسنا ستيرا خصها تتعلم ستيرا، وهذا وعد مني بانني ان شاء الله غندافع عن اللغه الامازيغيه ما استطعت بحول الله. هذه المبادرة التي قامت بها جمعية التايرين وكال هي مبادرة في اعتقادي تدخل في باب ما يمكن تسميته بالثقافة الاعتراف بصفة عامة، ثقافة الاعتراف، قيمة الاعتراف، وفي اعتقادي لا تعود لي وحدي بل هي أساسا مرتبطة بما قام به زملاء في الجامعة وباحثون وجمعويون بأكادير من أجل دعم الثقافة والتكوين في اللغة الأمازيغية، وأعتقد أن هذه الالتفاتة لها دلالتها في إطار مسار ما، وأشكر الإخوة على هذه الالتفاتة، أشكر الحضور من مثقفين ومهتمين وطلبة وشباب، وأعتقد أن الطريق ما زال كذلك فيه أشياء كثيرة يجب أن تنجز، ويجب أن يكون لدى الوعي وبعد النظر والرؤية التي تشجع على المضي في ذلك. إذن ما زال العمل ينتظرنا، ما زال الاشتغال ينتظر كل الفاعلين والغيورين، وما زال الطريق فيه خطوات يجب أن نمضي فيها. شكرا لجمعية تايرين وكال، وشكرا للإخوة الأصدقاء.